محمد الخطيب من الإسكندرية. محمد، كيف تبدو الصورة لديك وكيف يبدو إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع ودور المرأة؟ أعلم أن ربما عدد السيدات أكثر في محافظة الإسكندرية، خبرنا عن سير العملية الانتخابية لديك محمد. طيب في البداية يعني محمد، يعني بعد التحية، بالفعل لازالت العملية الانتخابية مستمرة داخل محافظة الإسكندرية، وبالتحديد في المكان الذي أقف فيه الآن، وهو مدرسة محمود سامي البارودي. يمكن احنا خلاص يعني ساعات وينتهي اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وهناك ما زال عدد من المواطنين يتوافدون على المقار الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في تاريخ مصر. يعني كما ذكرت بالفعل السيدات يمكن في الإسكندرية يعني يتصدرن المشهد يعني بصورة مستمرة. يمكن على مدار اليوم كانت هناك يعني ملاحظة كبيرة، وهو أن هناك عدد كبير من السيدات يعني باختلاف فئتهم العمرية، سواء كانت سيدات كبيرة أو حتى فتيات أو يعني المرأة بشكل عام، يتوافدون على المقار الانتخابية للمشاركة في الانتخابات. ومنهم أيضا كان هناك مشاركة كبيرة من شباب الجامعات الذين اصطفوا من يعني بداية فتح اللجان للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. يمكن على مدار اليوم كانت هناك يعني تفاوت في الفئات العمرية التي تأتي للمشاركة في العملية الانتخابية. كان هناك شباب في بداية اليوم، بعد ذلك يعني بدأ توافد عدد كبير من كبار السن، سواء كان السيدات أو الرجال، ثم بعد ذلك بدأ توافد عدد كبير من الشباب مرة أخرى للمشاركة في العملية الانتخابية. لاحظنا أيضا وجود يعني عدد كبير من ذوي الهمم من السيدات أيضا، يعني وهذا تأكيد لما ذكرته بالفعل عن مشاركة السيدات في محافظة الإسكندرية. أيضا مشاركة كبيرة من السيدات يعني ممن يعانون من يعني ليست بحالة جيدة، يعني هناك حالات يعني ذوي الهمم، هناك يعني حالات تعاني من أمراض أيضا، كان لها إصرار أن تأتي وتشارك في العملية الانتخابية. منهم كان على كراسي متحركة، وكان لديهم إصرار كبير أن يأتوا إلى المقر الانتخابية بمساعدة ذويهم ليعطي صوتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. لكن بشكل عام العملية الانتخابية داخل محافظة الإسكندرية، وليس فقط في المكان الذي أتواجد فيه الآن، ولكن على المقر الانتخابية جميعها، يعني العملية تسير بشكل طيب. منتظم جدا وبشكل مرتب. يمكن كمان يعني هناك إقبال كبير في يعني القرى الأكثر شعبية، هناك يعني إقبال كبير في هذه الأماكن. يعني محمد، أرجو أن تبقى معي. نعم. سنتوقف عند هذه النقطة ونتابع كيف هو الإقبال ما بين الحضر والريف في الإسكندرية.